بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا حديقة ما شاء الله تبارك الله، هنا جميلة، حديقة صغيرة متكاملة في جولشن إقبال. يوجد فيها ألعاب الأطفال، وكذلك فيها مسبح صغيرة، وكذلك فيها استراحة، يعني قاعة احتفالات، وفيها حديقة حيوانات صغيرة. حديقة ما شاء الله تبارك الله ممتازة جدا. اسمها ناصر حسين، حديقة ناصر حسين في جولشن إقبال. طبعا هنا هذه بداية المدخل، ما شاء الله. شوف الكتف يسير البطة، هذا الطاووس ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف لون، هذا اللون الابيض، الوان ما شاء الله تبارك الله. هنا ما شاء الله الحمام، ما شاء الله شوف في غزال وسلحفاة. هذا الغزال والسلحفاة كذلك موجود داخل البيت. هنا الببغاء ما شاء الله تبارك الله حجمها كبير وملون. تسلق من تحت، هنا مكان التزلج. هنا كذلك مكان مسوي قاعة احتفالات وقاعة أعياد الميلاد. هذا مكان أعياد الميلاد وفيها بوفيه كذلك، والآن بيظبطونه. هذا مكان البوفيه، هذا في داخل الحديقة. هنا حديقة أطفال، ملاهي صغيرة. ما شاء الله شوف الكتف كده الصغار.